مساء الخير متابعي بروج العقارية. مشروعنا اليوم في منطقة يالنجك، مشروع عبارة عن 10 أبراج سكنية بس مهي عالية، جاية كل بناية 4 طوابق، فكل دور شقتين، 4 غرف صالة، مساحتها تقريبا 220 متر مربع. مجمع متكامل الخدمات، موجود فيه مسبح بالإضافة إلى بوابة إلكترونية، نظام أمان وسيكوريتي 24 ساعة على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى مسبح مفتوح وصالة رياضية وجلسات عائلية ومسطحات خضراء. الحاجة المميزة في هذا المشروع أنه لكل صاحب شقة جراج خاص فيه، زي ما تشايفين أمامكم مرقمة ومسجلة أيضا في الطابو. لكل صاحب شقة لو تلاحظوا شقة رقم 8، شقة رقم 7، شقة رقم 1، أنه في البناية هذه تقريبا 8 شقق، 8 جراجات، لكل صاحب شقة جراج مخصص فيه مسجل في الطابو. شرحت لكم الخدمات اللي موجودة فيه. المنطقة اللي موجودة فيها المجمع منطقة يالنجك، معروفة من أفخم مناطق طرابزون. إطلالة الشقة كما تشوفوا المطار، يعني يعتبر المنطقة قريبة أيضا من المطار، يعني مسافة أقدر أقول 5 دقائق وإحنا في المطار، والمسافة أيضا بين الموقع والميدان 10 دقائق، يعني منطقة مميزة ومرموقة. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع، الإطلال المميز لهذه الشقة ومساحتها، خلوكم معنا. متواجد الآن أمام البناية، زي ما تشايفين خلفي واجهة البناية، تمديدات الغاز الطبيعي واصلة للمنطقة، صناديق البريد زي ما تشايفين. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع ونشوف مساحة الشقة، تفضلوا معنا. وصل جماعة الخير الدور الرابع، في كل دور موجود شقتين. الشقق اللي موجودة هنا 4 غرف صالة، مساحتها 220 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. ما ننسى انه المجمع واصل فيه الغاز الطبيعي، يعني العدادات راكبة والكومبي راكب جاهز. يميننا عندنا دورة المياه الاولى بنظام ارضي، السيراميك المستخدم مع الارضيات والجدران سيراميك نوعية جيدة وألوان براقة، لنا حرية الاختيار أننا نقدر نقلبها إلى كلوزت. المنطقة هذه منطقة الهول، مساحتها كبيرة وجيدة، توزيع الغرف جاية باليمين. وعندنا هنا مكان خاص بدولاب الأحذية، الدولاب هذا للمالك القديم فبيشيلها. نتوجه مع بعض إلى الصالة. مساحة الصالة كبيرة، أقدر أقول تقريبا 6×6 مساحة الصالة، وفي ديكورات سقفية بنارات ليد مخفية وأماكن نقدر نحط سبوت لايتات. نجي على واجهة الصالة، واجهة الصالة واجهة زجاجية بالكامل وطلالة بحرية بانورامية جاية، حتى المطار مبين من جهة الصالة، يعني إطلالة خرافية بالفعل. عندنا مخرجين للبلكونة، عندنا المخرج الأول والمخرج الثاني من جهة منطقة السفرة. عندنا منطقة السفرة منطقة مفتوحة على جهة الصالة، والمطبخ أيضا مفتوح على جهة منطقة السفرة، يعني نظام مطبخ أمريكي مفتوح على الصالة، ومنطقة السفرة مفتوح على الصالة أيضا. منطقة كبيرة، وعندنا إطلالة جانبية على البحر وعلى الطبيعة. وفي مخرج البلكونة اللي شرحتها قبل شوية لها مدخلين، مدخل من جهة الأمام والجهة الثانية من هذه الجهة من منطقة السفرة. البلكونة مساحتها 2.5 × 3.5، مساحة جيدة للبلكونة، ومزودة بالزجاج الشرايح. وأيضا ميزة حلوة أنها جاية الدرابزين كلها زجاجية بالكامل، يعني
الواحد هو قاعد بجلسة أرضية كمان بيشوف هذه الإطلالة الرائعة للبحر وعلى المدينة. جهاز الكومبي راكب وجاهز زي ما قلت لكم في بداية الفيديو في شرح الشقة. تعالوا نكمل نشوف تفاصيل المطبخ. المطبخ زي ما انتم شايفين جاي على شكل حرف يو، ان الجزء في هذا الجهة راكب مكان الثلاجة والفرن، والجزء الاخر جاي على شكل ال مكان الطباخ والشفاط وغسالة الصحون. الوانها براقة، جاية بألوان مميزة مع لون الشقة. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الغرف، تفضلوا معنا. زي ما شرحت لكم مدخل الشقة من هنا، شرحنا الصالة وتوجهنا للبلكونة وإطلالتها. نخش مع بعض إلى الغرفة رقم 1. الغرفة هذه مساحتها 3×4، أقدر أقول مساحتها ممتازة وإطلالتها برضو على البحر وعلى الطبيعة. يعني لو تلاحظوا أنه الواجهة الزجاجية جاية نظام الشبابيك أو النوافذ الفرنسية. عندنا هنا غرفة صغيرة نقدر نقول عنها غرفة ستور أو مخزن نحط فيه حاجياتنا الزائدة. وهنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، مساحتها كبيرة وجاية بنظام المروش، جاي على شكل مربع، والكلوزيت والمغسلة. غرفة رقم 2. الغرفة الثانية بالضبط مساحتها أقدر أقول زي الغرفة رقم 1، يكفي لسريرين فردية مع دولابها. والواجهة الزجاجية لو تلاحظ زي ما قلت لكم النوافذ الفرنسية إطلالتها على الطبيعة وعلى البحر. مقابل الغرفة الثانية المنطقة هذه منطقة نقدر نحط فيها غسالة الملابس ونفصل لها دولاب مخصص لهذا الشيء، منطقة مخصصة بتبديداتها بالتوزيع الماء وتصريف الماء أيضا. الشقة هذه ميزتها أنها جاية 2 ماستر روم. تعالوا نشوف ماستر روم رقم 1. رقم 3 الماستر روم رقم 1، يعني عدد الغرف هنا 4 غرف صالة. الغرفة هذه تعتبر غرفة رقم 3 وماستر رقم 1، لها دورة مياه خاصة فيها. لو تلاحظوا دورة المياه كلها دورة مياه متكاملة، كلوزت ومروش والمغسلة. وأيضا لها بلكونة خاصة فيها، البلكونة هذه إطلالتها جاية على الجهة الخلفية للمجمع وفي إطلالة جانبية على البحر. مساحة الماستر رقم 1 مساحتها جيدة ممتازة. نجي نشوف أخيرا غرفة الماستر رقم 2 اللي هو الماستر الرئيسي، كمساحة ممتازة نقدر نحط هنا السرير وإطلالة غرفة النوم الرئيسية جاية إطلالة جانبية أو خلفية إطلالة الطبيعة. وبعدين نجي مع بعض نشوف الجهة اللي وراء الجدار هذا، منطقة الدريسنج روم، نقدر نحط دواليب خاصة بالملابس في هذه الجهة، ولها دورة مياه خاصة فيها من جهة الدريسنج روم، دورة مياه متكاملة، مروش وكلوزيت والمغسلة. والماستر الرئيسي لها بلكونة خلفية إطلالتها أيضا على الجهة الخلفية للمجمع. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، مساحتها 220 متر مربع
في منطقة يالنجك في الدور الرابع وإطلالتها المميزة. أرجوكم الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجوكم المحتوى أعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.